بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم محمد. معانا يا جماعة أفضل نظام أندرويد تقدر تستخدمه على الكمبيوتر بتاعك، حتى لو الكمبيوتر بتاعك رامات 1 جيجا أو 2 جيجا أو الأجهزة الضعيفة الـ AMD الـ A2 الـ A10 الـ A8، يعني المعالج اللي هو البسيط ده، أو في معالج إنتل كمان سيلريون أو معالجات تانية كتير ضعيفة. النظام اللي جابه لك ده نظام جميل جدا وحديث، اسمه بي سي روج أو بي أو سي روج او بص روج، اي اسم اللي انت عايزه. يعني المهم ان هو شغال على الاجهزه الضعيفه، وكمان هنظبطه النهارده على بجانب الويندوز عندنا. والفكره كلها ان انت تقدر كمان تستخدمه كنظام اساسي ونظام بجانب الويندوز. فاحنا الطريقه اللي معانا النهارده هيبقى نظام بجانب الويندوز. ادي الملفات يا جماعه اللي انت شايفها اهو، دي الملفات بعد ما تنزله وتحمله اقول لك تحمله ازاي. فكل اللي عليك تعمله اسيب لك الرابط في الديسكريبشن، هتحمل البرنامجين دول. ده النظام يا جماعه اهو، هندوس كده كلمه داونلود، وبعد كده تستنى الخمس ثواني دول لغايه لما يبدا النظام معانا يحمل بالشكل ده. هتلاقيه حمل معانا دلوقتي اهو، انا حملته خلاص مش هحمله تاني. وعندك هنا البرنامج اللي بيخلينا ان احنا نستخدم اي انظمه بجانب الويندوز، برضو هنحمله، هندوس كلمه داونلود، وبكده انت حملت خلاص البرنامجين اللي انت شفتهم في الفيديو دلوقتي. تمام، خلاص هيحمل برضو معاك، هتحمله، انا مش هحمله تاني، احنا مش محتاجين دي كده. خلاص ادي اهو البرنامج وادي النظام. هندوس كده كليك يمين عليهم كده، اتعلم عليهم كده، كليك يمين وتقول له اكستراكت هير. هتفك الضغط عنهم عادي جدا زي اي برنامج او اي حاجه انت بتفك الضغط عنها. هننتظر لغايه لما البرنامج كله يتفك، وبعد ما يخلص فك ضغط عايزين بقى نظبط مساحة للنظام بتاعنا. يعني لو احنا دخلنا هنا عندنا على البي سي بالشكل ده، هتلاقي ان انا عندي هنا في بارتيشنين بس، فعايز تاخد مساحة من القرص ده، فكل عليك تعمله ان احنا هناخد مساحة منه. فشوف انت كل ما تزود في المساحة كل ما يكون افضل عشان الالعاب اللي انت تقدر تلعبها. طيب هدوس كليك يمين ونقول له مانج بالشكل ده، وعندنا يا سيدي هيفتح لنا قائمة دلوقتي. هندوس كده ديسك مانجمنت على الشمال، وندوس كده كليك يمين عندنا هنا بالشكل ده، ونقول له شرينك فوليومز بالشكل ده. ويا سيدي هنا بيديك اتاحه انك انت تستخدم 74 جيجا بس، فانا عايز حوالي 40 جيجا بس بالشكل ده، او تختار المساحه اللي انت عايزها، عايز 20، عايز 10، عايز اللي انت عايزه. انا هختار 40، هقول له شرينك، ويفتح لك بالشكل اللي انت شايفه ده بلونه اسود. عايزين نفعله بقى، هندوس كده كليك يمين ونقول له نيو سيمبل، وندي له بقى نيكست كده فينش وبتاع لغايه اما يبدا يفتح معانا البارتيشن الجديد. هندوس هنا على البي سي، هنلاقي البارتيشن اللي احنا عملناه يا جماعه ال 40 جيجا هوم فاضي خالص جدا، مفيش اي مشاكل. وبكده احنا خلاص فكينا الضغط عن البرنامج، وهنا اهو النظام اهو زي ما انت شايف. طيب انا دلوقتي عايزين نظبط بقى الدنيا، ادي اهو البرنامج اللي احنا فكينا الضغط بتاعه، وهنا الملف الايزو اللي احنا عملنا النظام عليه. طيب كل اللي احنا هنعمله هنا فتح لنا ملف ايزو عشان تتاكد برضو. هنا اهو الملف ايزو اهو زي ما انت شايف، بص زي ما انت شايف اهو يعني الملف الايزو، فحوالي مساحته 3 جيجا بعد ما كان 800 ميجا بس. تمام، برضو هنعمل نفس الخطوه، هندوس كده كليك يمين ونقول له المره دي اكستراكت فايلز بالشكل ده، وهتلاقي هنا البارتيشن النيو فوليوم زي ما انت عمل زي ما احنا ما عملناه، ونقول له اوكي. هيبدا برضو يفك الضغط الملف بقى الاصل الايزو في البارتيشن اللي احنا عملناه. هننتظر لغايه لما يخلص، وبعد كده نبدا نظبط الخطوات مع بعض. خلاص يا جماعه وكده فك الضغط. لو دخلت هنا على البي سي هتلاقي فك الضغط في البارتيشن بتاعنا اهو، دي الملفات بتاعته الكامله يا جماعه زي ما انت شايف. هنرجع بقى كده وندخل برضو عندنا على المكان اللي احنا حملنا فيه النظام اهو، هنسطب البرنامج ده، ندوس كده عليه سيت اب ونقول له يس. هنبدا بقى نظبط البرنامج ده، نقول له اوكي كده، ويا سيدي هيبدا يعمل داونلود بسيط كده، هنصبر لغايه لما يخلص، وهنبدا نظبط النظام دلوقتي يا جماعه مع بعض. خلاص هو هيبدا يظبط شويه حاجات كده، تقول له اوكي وتقول له سيت اب كده ماشي، وهتصبر وتسيبه لغايه لما يكمل تحميل اهو. خلاص كده يعتبر خلص. تمام، قول له رن اهو، تسيبه كوز كلوز مفيش مشاكل. دي واجهه البرنامج يا جماعه زي ما انت شايف كده. طيب عايزين نظبط بقى الدنيا، نقول له مانج بوت، وهنيجي هنا ندوس ادد انتري، وهنا بتختار على الشمال اندرويد، وعندك هنا تختار الاسم اللي انت عايزه. انا هسميه مثلا يا سيدي الاسم بتاعه اللي هو روج ده. تمام، ده اخر اصدار منه، هنيجي نسميه كده بالشكل ده. وعندك هنا ريزولوشن مهم جدا عشان تقدر تستمتع بالالعاب
شاشتها كبيره. طيب اعرف الريزولوشن بتاعي منين؟ هدوس كليك يمين هنا في الفاضي وديسبلاي سيتنج، هتلاقي جايب لك هنا الريزولوشن بتاع الشاشه بتاعك 1920x1080 ريكومنتد، ده المتاح لي او ده الريزولوشن بتاع الشاشه. خلاص هتختاره من هنا نفس الوضع اهو 1920x1080، هنختار ريزولوشن من هنا اهو. وعندك هنا الكرانل ده مهم جدا، هندوس كده سيلكت اند نيو، هتختار البارتيشن اللي احنا عملناه دلوقتي اهو البارتيشن ده، وهندوس كده عليه، هتلاقي في ملف هنا اسمه كرانل. فانت هنا مديك 3 تمام، مديك هنا 3، فانت تختار اللي هو اعلى ملف يعني اعلى مساحه اللي هو 9 ميجا بس، بيشتغل برده مفيش مشاكل. هندوس كده على الملف اللي في النص، وعندك هنا تقول له ابلاي، وعندك هنا تقول له اوكي تمام. وعندك هنا لو انت عايز ترفعه فوق خالص بتعمل السهم ده لفوق كده عشان يبقى تحت الويندوز على طول تمام بالشكل ده. انا هخليه تاني واحد اهو يبقى تحت الويندوز، وبعد كده نقول له ابلاي، وبكده خلاص احنا خلصنا. عايزين نغير الشكل ده عشان مش هيبقى شكله مش حلو، تختار اي خلفيه من دول، انا اخترت الخلفيه دي مثلا اهي، ونقول له اوكي. وعندنا هنا برضو بتختار نفس الريزولوشن بتاع الشاشه اللي احنا اخترناه اللي هو 1920x1080، فين هو فين اهو، وبعد كده نقول له اوكي، وبعد كده نقول له هنا كلوز طبعا. وخلاص كده احنا خلصنا يا جماعه النظام كله عندنا على اللابتوب او الكمبيوتر بتاعنا. هنبدا بقى ندخل على البوت بتاعنا ونظبطه ونبدا نجرب النظام مع بعض، تابعوا معايا دلوقتي يا جماعه. بعد ما احنا عملنا ريستارت للكمبيوتر عندنا او اللابتوب بيظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده. اول حاجه ده النظام بتاعنا اللي هو الويندوز يعني، وتاني حاجه ده النظام الاندرويد اللي احنا سطبناه. هنيجي بقى ندوس كده عليه بالشكل ده، ندوس كده نقول له انتر بالشكل ده، بيجي لك الواجهه اللي انت شايفها دي. هنبدا بقى نظبط الدنيا دلوقتي مع بعض ونظبط النظام ونشوف الالعاب ونشوف تطبيقات الاندرويد اللي بتشتغل عليه والكلام ده، فبتظهر لك الشكل اللي انت شايفه ده. ده يعتبر افضل نظام يا جماعه للاندرويد، تقدر تلعب عليه اي لعبه انت عايزها، كمان انا جربت عليه قبل ما انزله. فعندك هنا كمان هو يعني زي متعدل عليه زي فونكس او اس بالشكل ده، كلنا عارفين طبعا النسخه اللي هي بتاعه فونكس او اس، هو يعتبر ظبط الدنيا معاه. فهنشوف لغايه لما يكمل الشكل ده، وبعد كده نبدا ندخل على النظام. بعد كده بتجي لك الشكل اللي انت شايفه ده، بيقول لك ويلكم مرحبا مش عارف ايه، هتيجي تختار اللغه من هنا، هتغيرها تخليها اللغه اللي انت حاببها. انا خليها مثلا العربيه مصر تمام، هنختار اللغه من هنا بالشكل ده، هننزل تحت اللي هي العربيه مصر كده بالشكل ده. وعندك هنا بيقول لك هنا مرحبا قلبت باللغه العربيه، نقول له لنبدا. هنا بيقول لك مرحبا في جهازك، هتقول الاعداد جهاز جديد. هنا يبحث عن شبكه الواي فاي عندك في البيت، او لو انت موصل كابل ولا حاجه، انا هدخل كلمه المرور بتاعه الواي فاي بتاعتي. بعد كده هتدوس اتصال، هيقول لك انا جرى الحصول على العنوان اي بي، فهتصبر كده. احنا هيقول لك انا جرى الاتصال قد يستخرج مش عارف ايه، بيجيب لك هنا التحديثات بتاعه جوجل، فهنصبر لغايه لما يبدا يخلص النظام بتاعنا. هنبدا ندخل الايميل بتاعنا بقى عشان نقدر نظبط تطبيقات الاندرويد. طب يا جماعه بعد ما احنا ضفنا الايميل هنقول له اوافق بالشكل ده، خلاص كده بيقول لك جرى الحصول على معلومات الحساب والكلام اللي احنا كلنا عارفينه ده، وبعد كده تقول له المزيد وقبول مش عارف. دي الاعدادات اللي احنا كلنا عارفينها. هنا بيجيب لك تحديد الشاشه الرئيسيه، يعني هتخليها مثلا هنا يجيب لك مدير الملفات وكده، فهنخليها لانشر 3 ده. تعال نجرب كده مع بعض ونشوف، تقول له حسنا. ادي هو زي ما انت شايف يا جماعه، ده النظام اللي اسمه بي او اس روك، نظام جميل جدا. وادي اهو القائمه اللي في النص اللي احنا كلنا عارفينها. ادي لو دخلت على الاعدادات هتلاقي الاعدادات بالشكل اللي انت شايفه ده، وعندك هنا طبعا الواي فاي شغال والصوت شغال ومتجر بلاي كمان شغال لو دوست كده عليه. وده طبعا يا جماعه متجر بلاي هو بعد ما احنا فتحناه. طبعا الاصدار ده قديم شويه، لو جبت هنا الاشعارات هتلاقي ان هو هنا بيحدث متجر بلاي، وهتلاقي الاصدار ده اتحدث دلوقتي الى احدث اصدار. تعالى كده ندخل على الاعدادات ونشوف الشكل ونشوف الدنيا فيها ايه. هنوسع دي كده، دي اعدادات البرنامج يا جماعه. طبعا الجي بي اس شغال، البلوتوث، الواي فاي، الانترنت، كل حاجه شغاله في النظام ده. وعندك هنا حول الجهاز، هتلاقي هنا حول الجهاز لو دخلت عليه هتلاقي الاندرويد بتاعه يعني كويس شغال مش وحش، تقدر تنزل عليه الالعاب اللي انت عايزها. وادي كمان حاجه عندنا ان متجر بلاي اتحدث الى اخر تحديث، تقدر تنزل الالعاب والبرامج والتطبيقات وكل حاجه انت عايزها، وكمان الالعاب بتاعت السباق. الفكره كلها ان النظام ده تقدر تستخدمه بشكل بجانب الويندوز زي ما انا ما قلت لك. وطبعا دلوقتي هسيب لك تجربه الالعاب اللي انا جربتها عليه.
وبكده يا جماعه زي ما انت شايف النظام يعمل بدون اي مشاكل، الالعاب فيه شغاله والدنيا فيه جميله جدا جدا زي ما انا موريتك الالعاب شغاله ازاي. وطبعا ده كانت نهايه الفيديو يا جماعه، اسيبكم بقى انتوا تفحصوا النظام براحتكم انتوا، المهم ان احنا جربناه ويعمل بدون اي مشاكل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان نصل لكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.